تو من الايام خليني احكي لك هاي الشغله. ليث حسين اكون يتذكرها وما يتذكرها. ليث حسين نعم. ليث حسين رمز من رموز كره القدم العراقيه. اكيد طبعا بالنادي القديم قبل ليث شو. ليث حسين جاي يريد هويه مال نادي الزوراء. ما ينطوا هويه. والله والله اكون ليث يتذكرها وهسه يردنا برساله. جيت انا للنادي شفت ليث واقف ويا احد الاعضاء باب الاداره القديمه. طبعا ليث وضعه مو طبيعي وجا ليث ضايق. قلت له ايش بيك ابو مريم؟ قال لي بشربك ما يعطوني هويه مال النادي؟ انا بالشقه ضحكت قلت له ليث هو انت مثلا العفو تحتاج هويه؟ والله صحيح. اسمك هويه؟ طبعا انت ليث حسين انت اسمك هويه يا اخي. هاي الاداره لا تستغرب يعني. زين لا تستغرب. اكو وحده اقوى من عندها عدنان حيخلونا نحكي نسردهن خلي اسردهن. زين احمد راضي الله يرحمه برنامج عنده سيرة احمد راضي استاذ علي الرياح تحياتنا له. زين احمد راضي وين يعني حياته وين خلص؟ يعني اذا يتحدث عن سيره حياته فلازم يمر بملعب الزوراء ونادي الزوراء ويصور لانه هاي ذكريات ارشيف. احسن طبعا احسنت. هاي ذكرها استاذ علي يعني علي رياح حياتنا انا ذكرها الرجل وذكرها بحذافيرها. اجى اللقاء بملعب الشالكي كان الفريق اتذكر يمكن مسافر عنده لعبه خارج بغداد. زين قامت الدنيا وقعدت. قامت الدنيا وقعدت ليش؟ شلون تدخلون احمد راضي للنادي؟ هاي شنو؟ والله ودحتك انت. مو اي مو اني علي الرياح استاذ علي الرياح تحياتنا له. ذاك اليوم بلقاء ذكره. احمد راضي والله ودحتك انت هسه هسه اذا انت تقول محمود كريم قهرته يعني على وضع علاوي علاوي اذا تقول محمود كريم عدنان ابو سعديه بيها مجال. لا احمد راضي من تقول احمد راضي تقول ليث حسين هنا توقف. لا تتحدث عن احمد راضي افضل لاعب باسيا نجم عربي نجم اسيا. لا وخصه مع الزوراء احمد راضي. ثق بالله انت ما تقول الزوراء اقول تقول احمد راضي تقول الزوراء. ثق بالله علاوي لا اقول لك يعني هذا مو انا اسولف لك اياه. طلع الرجل وتكلم بهذا الموضوع وقال احترقت الدنيا علي تليفونات ما ادري خابروني من برا. زين افهم من هذه القصه وقصه ليث حسين تشعرون انه اكو عفوا يعني عدم احترام لنجوم الزوراء؟ الكابتن يأيدني يقول نعم. اي تمام. مو مساله هو تكبر. تكبر؟ تكبر يعني غرور، غرور اللي شايفين نفسهم اكبر من هؤلاء النجوم. مع من العلم اللي يشوف نفسه اكبر من النجوم بالزوراء؟ هم الاداره كلهم؟ لا مو كلهم. ما اريد اسمي المسميات. حتى نكون صريح. انا بالنسبه لي اقول لك كلهم ليش؟ لان ما دام بايديهم يعني لا يعني ما احترام انا بن لا عدنان انت تنطي رايك. انا انطي رايي الي ما دام مأيده انت على هؤلاء النجوم. لا محمود انت بس هذا رايك رايك محترم. هو من الاداره ترى اداره الزوراء كلها تختزلها فلا حسد. تحياتي له. ما عندي والباقي ما عندي شيء شخصي وياه يعني. انا احكي عليك يا نادي الزوراء. زين رئيس نادي الزوراء مع احترامي الان ما انتقص منه هذا ثعلب الكره العراقيه وابن الزوراء وانجازاته كلاعب